اداء المنتخب اداء ونتيجة، وحنا فهمتي فرحانين بدل كوب اللي دوزيام كوب اللي داو، وتبارك الله كاينين شي جوار ديال البطولة المغربية خصهم يلعبوا في المنتخب الوطني الاول، حسوا فيها الرحيمي بحال بزاف ديال كاينين شي اربعه لي جوار كاينين زومبين، واحد الاحترافيه في الاداء، حنا بغيناهم ان شاء الله يطلعوا للمنتخب الاول والسيليكسيون الاولى ان شاء الله. حنا هاد الدوزيام كوب اللي داو حنا فرحانين به، ولكن حنا بغينا الكوب دافريك، حنا بغينا الدوزيام، حنا بغينا الجنجمات في التوني تاع حنايا، حنا بغينا الجنجمات وبغينا ان شاء الله كاليفيكاسيون كاس العالم. وان شاء الله راه كاين منتخب زوين، كاينين دراري زوينين يلا طالعين، والله يدير الخير اخويا. الصراحه المنتخب البارح برعونا وهائلين، كانوا هائلين وكان في مستوى، كانوا في مستوى الصراحه، جميع اللاعبين تقاتلوا بقتاليه، هذه هي الفرقه والا فلا صراحه. فكرونا في ايام زمان، وخاصهم يتهلاو في هذه الفرقه، هذه الفريق هذه ما خصهمش يفرطوا فيها، حيث راه هي ان شاء الله المستقبل، هي المستقبل ان شاء الله. هذا هو الفريق الاول اللي بغاو يطعموه بشي حاجه ديال الاحتراف فقط، واش حنا ديما معولين على البراني يجي يلعب لنا يهز التوني ديال المنتخب. المنتخب انتم كتشوفوا البارح راه فرحونا صراحه، راه فرحوا شعب، ماشي غير جيو ولعب اي واحد. البارح راه الدراري كلهم كانوا في مستوى وديما مغرب. الاداء ديال المنتخب الوطني كان اداء جيد وجميل، كانت الاداء والنتيجه، كانوا شي دراري في المنتخب اللي كيستحقوا الرسميه في السيليكسيون بحال يحيى جبران، سفيان الرحيمي، عبد الله الحفيدي، ولا حنا اللي جينا نشوفهم ما كرهناش نخليهم كاملين كما كيدير المنتخب المصري. المنتخب المصري كيلعب فريق ديال المنتخب كامل في البطوله الوطنيه وكيدي بها القاب، دابي ثلاثه الالقاب. اداء المنتخب الوطني بالامس كان اداء جيد، وكاين شي لعابه اللي يستحقوا الفريق الاول مثل سفيان الرحيمي ويحيى جبران والبوفتيني والحارس الكبير الزنيتي، وكان اداء جيد. المدرب كبير حسين عموجه غني عن التعريف بمساعده محمودي، وكان فريق جيد اداء جيد صراحه. المنتخب اداء المنتخب الوطني المحلي فنتيجه واداء، وكيبينوا لينا على ان كاينين مواهب في البطوله الوطنيه يستاهلوا يلعبوا في المنتخب المنتخب الاول، كاللاعب يحيى جبران وسفيان الرحيمي عبد الاله الحفيدي. هاد المواهب كامله تستاهل، علاش ما كرهناش نشوفوهم في المنتخب الاول؟ وكنشكر اللاعبين كاملين اداء، لاعبين كلاعبين ومدير تقني مدرب وكل شيء على هاد الاداء هذا، ومبروك وكنبارك لهم من هذا المنبر هذه الكاسه اللي داو لينا وداو كاع المغاربه ان شاء الله، وكنتمنى لهم مسيره موفقه ان شاء الله من هنا لقدام ان شاء الله. خويا تفرجنا المنتخب لعبوا مزيان، المنتخب مزيان لعب والحمد لله، جابوا الكاس بفضل الاخوان ديالنا، الكاس هداوه لينا كمغاربه، وعلى راسهم سيدنا الله ينصرو لينا ويشافي علينا، كنهداو ليه حتى حنا كمغاربه. نتمنوا هذوك الشبان يبقاو، هذوك المحليين هما اللي يبقاو يطلعوا المنتخب الكبير، هما اللي نتمنوا يكونوا منتخب كبير يمثلوا المغرب ان شاء الله في كاس العالم الجاي. وهادشي كيفرح كيفرحنا وكيفرحنا كشباب، والحمد لله بغينا لهم الخير، وبغينا الحمد لله الكره يعني ككره مغربيه يعني تبان بحال هكذا. الحمد لله الدراري عندهم قدرات ومهارات، كانوا في المستوى واخا كان الجو والطقس يعني في واحد الحاله الظرفيه ديال هاد كورونا، كانوا الاخوان راه كلهم يتناقلوا ويمشيو يشجعوهم، ولكن عندنا حاله استثنائيه ديال هاد كورونا. نتمنى من الله يرفع علينا عن قريب ان شاء الله، ونرجعوا للتيرانات ونشجعوا الاخوان ديالنا، والله يجيب لي فيها الخير، الله يشافي الجميع. وملي يربحوا الدراري كنهنيهم، إن الله أطر البطولة الوطنية هي بات العلامة ديالها. الناس كيخدموا، لا السيد عموتة ولا السلامي ولا كاع جميع الأطر المدربين كلهم كيخدموا، هنيئا لهم، خلوا الناس يخدموا. وراه البرنامج اللي غادي عليه السيد القشع راه ما عندي ما يتسالوا، غير الناس يبعدوا شي وحدين توشوش على المدربين. وشكرا للرحيم، الدري باقي يجي المستقبل ديالو
كنفرحوا ملي كنسمعوا هداف البطوله وكيدير هداف الفريق الوطني في هذا الدوري. هذا مزيان، احسن لاعب، احسن دفاع، احسن حارس مرمى، هادشي كيفرح. الاطر الوطنيه خدامه، خليهم يخدموا. وثانيا الشعب المغربي راه فرحان، والعوده الى الملاعب، والملاعب ترجع بواحد ثقة النفس. الاطر الرياضه المغربيه كلها، لا باسكيت ولا الهوند ولا كلشي، الرياضه كلها.